قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى في كتاب أحاديث الأنبياء باب: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم التيمي عن أبيه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم: أينما أدركتك الصلاة بعد فصله، فإن الفضل فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. ورواه عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. وقال إسماعيل: عبد الله بن محمد بن أبي بكر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال: أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حدثنا قيس بن حفص وموسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا أبو فروة مسلم بن سالم الهمداني قال: حدثني عبد الله بن عيسى أنه سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بلى، فأهدها لي. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها إسماعيل
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. باب قوله: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. الآية: لا توجل لا تخف، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. باب قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميا، وأنا مع ابن فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ فقالوا: يا رسول الله، نرمي وأنت معهم؟ قال: ارموا وأنا معكم كلكم. باب قصة إسحاق بن إبراهيم النبي صلى الله عليه، فيه ابن عمر وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه. الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع المعتمر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. قالوا: يا نبي الله، ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: أفعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. باب: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة؟ إلى قوله: فساء مطر المنذرين. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للوط إن كان ليأوي إلى ركن شديد. باب: فلما جاء آل لوط المرسلون قال: إنكم قوم منكرون. بركنه بمن معه لأنهم قوته، تركنوا تميلوا، فأنكرهم ونكرهم واستنكرهم واحد. يهرعون يسرعون، دابر آخرا، صيحة هلكة للمتوسمين للناظرين، لبسبيل لبطريق. حدثنا محمود قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من مدكر؟ باب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. باب قول الله تعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم لله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أخبرنا محمد بن سلام قال: أخبرني عبدة عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. حدثنا بدل بن المحبر قال: أخبرنا شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: مري أبا بكر يصلي بالناس. قالت: إنه رجل أسيف، متى يقم مقامك رق؟ فعاد فعادت. قال شعبة: فقال في الثالثة أو الرابعة: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر. حدثنا الربيع بن يحيى البصري قال: حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة: إن أبا بكر رجل كذا. فقال: مثله. فقالت: مثله. فقال: مروا أبا بكر فإن كنا صواحب يوسف، فأما أبو بكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حسين عن زائدة: رجل رقيق. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها سنين كسني يوسف. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء بن أخي جويرية قال: حدثنا جويرية بن أسماء عن مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبته. حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا ابن فضيل قال: حدثنا حسين عن شقيق عن مسروق قال: سألت أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها لما قيل فيها ما قيل، قالت: بينما أنا مع عائشة جالستان إذ ولجت علينا امرأة من الأنصار وهي تقول: فعل الله بفلان وفعل. قالت: فقلت: لما؟ قالت: إنه نما ذكر الحديث. فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها. فقالت عائشة: أي حديث؟ فأخبرتها. قالت: فسمعه أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فخرت مغشيا عليها، فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لهذه؟ قلت: حمى أخذتها من أجل حديث تحدث به. فقعدت فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقونني، ولئن اعتذرت لا تعذرونني، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه، والله المستعان على ما تصفون.
فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ما أنزل، فأخبرها فقالت: بحمد الله لا بحمد أحد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت قول الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا؟ قالت: بل كذبهم قومهم. فقلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن. فقالت: يا عرية، لقد استيقنوا بذلك. قلت: فلعلها أو كذبوا. قالت: معاذ الله، لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. قال أبو عبد الله: استيأسوا استفعلوا من يئست منه من يوسف، ولا تيأسوا من روح الله، معناه من الرجاء. أخبرني عبدة قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. وهذا آخر الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى باب قول الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين.